السلام عليكم ورحمة الله أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم جميعا على قناتكم قناة المقهى الرياضي، قناة الكرة الجزائرية، اللاعبين الجزائريين والمنتخب الوطني. نلتقي معكم اليوم باش نتكلموا عن السقوط، نقول بكل صراحة المهين لفريق أقل من 17 سنة بطولة شمال إفريقيا وفي قلب الجزائر. بداية ما تنساوش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنتم أحبتي راح نرجع لكم بعد فاصل قصير باش نتكلموا في هذه النقطة. في هذه الأثناء ما تنساوش باش تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات باش يجيكم جديدنا وتدعمونا باش نقدم لكم كل مرة الجديد. مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. اليوم أكيد شفتوا السقوط المدوي للمنتخب الوطني الجزائري لأقل من 17 سنة، 3-0. يقول قائل وهذا من بعد، هذو لاعبين صغار منتخب شبان معليش ما يهمش. لا، راح نتكلم على هذا الامر من عده نواحي عديده ومتعدده، رغم انه الامر راح يطول لو نتكلم يعني كل شيء راح ممكن نتجاوز الساعه، لا، لكن راح نحاول ان نقلص كل الكلام في 8 دقائق او ما يقارب. اولا وقبل كل شيء، كلمنا وعاودنا، اين التكوين في الجزائر؟ لا يوجد. قلنا اكاديميه الفاف، لاماسيا، لاكاستيا، واش من واش هذا يعني اللي رانا نشوفوا فيه؟ هل هؤلاء لاعبين راكم تطالبوا فيهم يعني باش يكونوا في المنتخب الوطني اكابر؟ هل هذو اللاعبين اللي راكم تطالبوا بهم باش يمدوا الاضافه للفريق الجزائري، هذو يعني نصرف عليهم اموال ونصرف عليهم يعني وقت ونصرف عليهم يعني كل شيء بعدها نشوف هذا العمل؟ اين العمل القاعدي؟ اين عمل اين التكوين؟ يعني باش تجوا تقنعوني بان الجزائر ما فيهاش مواهب؟ ما تكذبوش علينا، كلكم يعرف بان الجزائر تسخر بمواهب. هم التوانسه خاوتنا، شحال من نسمة؟ 10 ملايين، 12 مليون، 15 مليون، قدروا يكونوا منتخب شاب وجقهرنا هنا في الجزائر. وعلاش؟ اين الرجال عندنا؟ ما عندناش رجال يعملوا، ما عندناش رجال يخدموا، ما عندناش كفاءات في الجزائر، عندنا اكيد، لكن مهمشين، ما يعطوهم حتى قيمه. نشوفوا الاشخاص نفسهم يدوروا ويتعاودوا. انا مثلا نروح لكم بعيد، لما نشوف المديريه الفنيه قريشي، خلاص يا اخي، يعني نفس الدور الجزائر فيها قريشي فقط. الجزائر فيها 4 رجال ولا 5 رجال قاعدين يتداوروا ويصدروا لنا الفشل ثم الفشل ثم الفشل. يا جماعه بركات، جيبوا لنا الناس اللي تخدم، جيبوا لنا الناس اللي تعمل. النتائج راهي تبهدل، ما كاش اللي حاسب يعني، ما كاش اللي يقول اروح واش درت، ما كاش البيلون، ما كاش المحاسبه. هذه فضيحه، هذه فضيحه وما خفيه اعظم. هذا اللي ظهر وما خفيه اعظم. تجي تونس تبهدلك بثلاثه في ملعبك، ما تقدرش تفوز على المغرب، ما تقدرش تفوز على مصر، وعلاش وما فاش خير منا؟ وعلاش وما فاش فايتينا؟ ومن بعد نجوجو هنا صحاح، نجي في استوديو تحليلي ونقول اني ما نطيحش بروحي ونجيب اللاعبين من الخارج، اطيح بروحك وانت فرحان. الرخص والذل اللي راكم تكلموا عليه في القنوات تاعكم هو اللي رانا عايشينه هنا في الجزائر مع هذو اللي راكم عاطين لهم المدارس التكوين. هذه الاموال اللي ضيعناها في اكاديميات الفشل، اكاديميات الصفر. تبهديله يا جماعه، تبهديله يا جماعه. تقولوا لي مدربين، نعم المدربين اللي راهم في الاكاديميات والفيدراليات ما ما ما, ما نعرفوش كيفاش جاوا، كيفاش وصلوا الى هذا المجال، وكيفاش راهم يدربوا، على اي اساس عطيت لهم المنتخبات؟ وعلى اي اساس عطيت لهم المنتخبات؟ لذلك يا اعزائي المشاهدين، في مثلا نعطيكم مثال في الدوره العربيه اللي فاتت، منتخب اقل من 17 سنه كذلك او اقل من 20 سنه اعتقد، لا حتى منتخب 17 سنه تاهل الى كاس افريقيا، وبعده منتخب اقل من 20 سنه لما جبنا لاعبين من اوروبا لحقنا للنهائي وشفنا لعب، رغم انه المنظومه صفر لكن اللاعبين عندهم امكانيات. انا دوك ماني نشوف لا لعب لا امكانيات. وعلاش هذا اللعب بالاموال تاع الدوله والاموال تاع الشعب؟ نصرف اموال على الفيدراليات باش نشوف مثل هذا المنتخب، باش نشوف مثل هذا المنتخب. الان يجي قائل يقول لي تغليف الفشل بالفشل، تغليف الفشل بالفشل. مثلا زرواطي خرج وقال لك كيفاش يدوا اللاعبين تاعهم وما يدوش لاعبين، يا وقع كيف كيف وفي سله واحده. اللهم فقط بين قوسين لاعبي بارادو اللي راهم يديروا في التكوين صحيح، البقيه كاع زيرو مع زيرو، حطهم في سله وقاس في سله المهملات. يا زرواطي راك شارك في كاس افريقيا ورانا شفنا وشفنا وعفنا. تخسر هنا مع فريق الروند بيراس، الدوري من جنوب افريقيا نعم عنده منتخبات كبيره او انديه كبيره، لكن الروندو بيراس كيفاش انت اذا كان عندك تكوين وعندك لاعبين تنافس على البطوله وتخسر معه في بلادك؟ يعني واش راكم ديروا في كاس افريقيا للانديه؟ واش راكم ديروا في كاس افريقيا للانديه؟
جنوب افريقيا حاليا مش فريق كروي كبير، بس سان داونز يعني هذا الفريق الكبير في جنوب افريقيا. هذا ما يعنيش انه كل الانديه تاع جنوب افريقيا كبيره، لانه جنوب افريقيا نعرفوها سان داونز عنده الاموال، مثل تيبي مازامبي عنده الاموال. الان لما تيبي مازامبي عنده الاموال ماشي معناتها تخسر مع كل الفرق تاع الكونغو. ما نغطوش الشمس بالغربال، الانديه الجزائريه راهي في قالب واحد من الشرق للغرب للجنوب للشمال. المواهب كاين كاين، التكوين كاين لا. وعلاش ما كاش تكوين؟ لانه ما كاش النيه باش ندير التكوين وباش نكون اللاعبين. ثم نجي ونقول لازم نحللش اللاعبين، تحللهم وانت فرحان، لانه في غولي وبن ناصر ومحرز وماندي ومبولحي، هذو اللي جابوا لك كاس افريقيا. تقول لي واللاعبين المحليين، لاني نسمع اسطوانه وغنيه حق اريد به باطل، يقول لك بصح كاين بن سبعيني، كاين بو نجاح، كاين بليلي، كاين بالعمري، وهذو شكون؟ باش يلعبوا في الجزائر. وحتى بوداوي اروح يا خويا نحكي لك حكايه ممكن ما حكاوها لكش. فرضا هادو نعم من البطوله الجزائريه، ما همش من البطوله الجزائريه، كانوا من البطوله الجزائريه، وكان فعل ماضي ناقص يقرا اللغه العربيه. كان فعل ماضي ماشي ماضي برك، ناقص يعني ضربه في الصفر. حاضر ونجاح راح للنجم الساحلي وتعلم نعم كره القدم اللي ما حبش الغالب ما عندي مندلو هي واقع. بونجاح ما نقولش تعلم ولكن تطور في النجم الساحلي، بلايلي تطور في الترجي التونسي، بالعمري تطور في الشباب السعودي، بن سبعيني ما نحكيش راح المدرسه السويسريه ولا البلجيكيه، بعدها راح الى مونبولي، بعدها راح الى ران والان في مونشن غضبخ. كثر خيركم يا المدارس الاوروبيه. عطال نفس الشيء لما راح النيس، ونفس الشيء بوداوي، ونفس الشيء سليماني. هادو اللاعبين راحوا تكونوا في الخارج، تعلموا كرة القدم الصحيح في الخارج، بصح هنا في الجزائر يتعلموا العفن فقط. والدليل أعطوني لاعب من البطولة الجزائرية حاليا في المنتخب الوطني، ما كاش وما يكونش، ما يقدرش وما يقدرش باش يكون في المنتخب الوطني، أبدا مستحيل، لأنه ما عندوش إمكانيات، ما يقدرش يلعب مع محرز في نفس الفريق، مستحيل مستحيل. لذلك فطنوا الاتحاد الجزائرية والفاف، لازم تفطن ولازم تدير سياسه واضحه وصريحه، اما التكوين اما غلق الفانا. كاش دراهم في البطوله وكاش دراهم في التكوين، خلاص كرهنا يعني. الناس مش لاقيه واش تاكلوا، حنا نرموا في الاموال في التكوين وفي البطوله المنحرفه، خلاص بركات. لازم البيلون، ارواح النتائج، واش هي النتائج تاع المنتخبات الشبانيه والفنيه؟ نفس الفاشلين يتداولوا على 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 الديتيان، والديتيان وكانها رجعت هكذا وخلاص. لا يا اخي، الديتيان عنده شروط. وإذا كان ديتيان سابق جالو ديتيان كما حاليا راهو ضرب واحد سابق، واش درت كي كنت؟ ما درت ولا شيء؟ اسمح لي، ماهوش ممكن تكون. فرنسا باش طورت كرة القدم تاعها كان عندها إيمي جاكي في الديتيان تاعها، والآن راهي متطورة. روحوا شوفوا ألمانيا شكون في الديتيان تاعهم. ناس متمكنين، ناس دارسين قاريين يعني وعندهم نتائج يعني الهضرة في الميدان. اما انك تصدر الفشل وتروح فتره بعدها وترجع ويبقاو يدوروا فيها بيناتهم، لا يا اخي، هنا لازم علامه استفهام، لازم وقفه. والى ذلكم الحين، اللي عنده وجه ولي وجهه صحيح ما يتكلمنيش على اللاعبين اللي نجيبوهم من الخارج، لانه ما عندكش حل، ما عندكش كره القدم الجزائر، لازم تجيب. وحتى هذوك هما ابنائنا وابناء الجزائر، ويستحقوا ويستهلوا انهم يكونوا في المنتخب الجزائري. بالتوفيق للمنتخب الوطني في قادم المواعيد، بالتوفيق لكل فرقنا ولكل منتخباتنا، لانه نحب بلادنا نشوفوها في القمه. عندنا مواهب لكن ما كاش النيه في العمل، النيه تاع العمل لا توجد ابدا. اذا اعزائي المشاهدين توقفوا عند هذا الحد، شكرا لكم على يعني طولت عليكم كثير، شكرا لكم على الحسن المتابعه، نتمنى لكم سهره ممتعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.